النادي الاهلي موجود في وسط الفرق العالميه، فعلا احنا قريبين من الفرق العالميه دي زي ما بتشوف برشلونه وسالتا فيجو وليفانتي. يعني بص حضرتك، هو ده الهدف يمكن الرئيسي من رحله زي كده او من الفكر بتاع مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب، ان هو عايز دايما يبقى الفرق النادي برضو مختلف اعمارها ومختلف الالعاب، يبقى في احتكاك بينهم وبين الفرق العالميه دي. لان احنا بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي، الحمد لله احنا لسه طالعين في المركز ال 22 عالميا فرانس فوتبول، يعني دي حاجه الحمد لله يمكن تفتخر بيها يعني الرياضه المصريه والافريقيه والعربيه، النادي العربي والافريقي الوحيد اللي موجود في الـ في الـ في القائمه دي. فانت بتتكلم نادي الاهلي لا يقل الحمد لله باي حال من الاحوال عن الانديه العالميه، واحنا عارفين ده كويس من واحنا طالعين. الولاد الحمد لله اثبتوا ده زي ما بنقول على الارض، يعني عملي اثبتوا الكلام ده ان هم فعلا كانوا بيلعبوا قدام اي فريق. لا احنا بتلعب الجيم ايكول وجيم بالانسد جدا، وبنروح على الجون وبنجيب اجوان وبنضيع فالحمد لله. لا يعني الشكل العام حاجه مشرفه الحمد لله. شفت بقى زياره الكابتن محمود الخطيب زياره؟ لا والله الحقيقه انا يعني سعدت جدا. انت كنت موجود كمان برضو في الزياره مع كابتن خطيب في مدينه نصر. لا وانا سعدت جدا بالزياره هنا حقيقه، يعني طبعا واحنا هناك وبعد ما الولاد حققوا الانجاز الطيب ده، يعني طبعا يعني بلغت الكابتن والمجلس وهم كلهم كانوا سعداء جدا بيهم وباركوا لهم. والكابتن اول ما رجعت يمكن اتكلم معايا قال لي طيب عايزين نقعد مع الاولاد وننسق مع الكابتن فتحي مبروك وكابتن جمال السيد. معانا دلوقتي اللقطات، بعض اللقطات وزياره الكابتن خطيب هناك في مدينه نصر في قطاع الناشئين. طبعا الدكتور محمد سراج موجود، كابتن فتحي مبروك، كابتن احمد جمال، كابتن جمال السيد، وكان فيها تعليمات مهمه ونصائح مهمه من الكابتن محمود الخطيب. حقيقي هي زي ما بقول لك كابتن اسامه، هو الكابتن لما قال لي عايزين نقعد فطبعا رتبنا القعده مع الكابتن فتحي كابتن جمال، وطبعا راح لهم في مفاجاه جميله ليهم وقال لهم طبعا كلام حقيقه، يعني هم كانوا سعداء بيه جدا. يعني هو في بدايه الامر حياهم وهناهم على الفوز بالبطوله وقال لهم بس انتوا النادي الاهلي وانتوا بتلعبوا للنادي الاهلي ولازم دايما يبقى عينك على المركز الاول. ما وفقتش يمكن في الكاس الذهبيه، معاك فرق تقيله جدا وبرده جارتها لاخر لحظه، بس رحت للكاس الفضيه ولعبت عليها وكسبتها. احنا بنحييكم على ده وبنهنيكم على ده، بس دايما في المرات الجايه عايزينكم تعملوا احسن من كده. يعني ممكن كمجلس اداره تكرروا الزياره والبطولات دي تاني لبعض الفرق، وممكن 2006 ولازم يبقى في مع الوقت تحسن وتوصل لحد ما توصل ان شاء الله انت كاس ده تبقى هدفك. وطبعا كلمهم في كلام طبعا اللي هو يعني انت بتمثل النادي الاهلي فبالتالي لازم تبقى بتلعب بشخصيه النادي الاهلي وبروح النادي الاهلي، تلعب لاخر لحظه وتلعب لاخر نفس في المباراه. كلمهم برضو في النواحي البدنيه والغذائيه على الاكل بتاعهم، لازم يهتموا بنومهم بصحتهم بياكلوا ايه، وحتى في بيتهم لازم يبقى فيه التزام في البيت وفي المدرسه والدراسه. مهمه طبعا خاصه لما تكون النجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب. بالظبط يعني هم كانوا مركزين جدا معاه حتى ومنصتين ومهتمين، واعتقد نصايح تفرق. خلي بالك كابتن فتحي كابتن جمال يا دكتور سراج، احنا برضو وانا كنا صغيرين في قطاع الناشئين كابتن فتحي كان الكابتن صالح سليم رئيس النادي الاهلي كان برضو حريص زي اللي كان بيعمله كابتن محمود الخطيب دلوقتي، كان حريص انه دايما يروح يتفرج على براعم النادي الاهلي والمدرسة الكرة، وكان ليه دايما زيارة أسبوعية. كابتن فتحي مش دي مش زيارة